حاول دائما نبتدي على الوقت، نعتذر عن التاخير اذا في دقيقه ولا دقيقتين تاخرت، بس يعني اللي شغل صار الهم لما يلتزموا بالوقت فهم لن يستطيعوا ان يكونوا الاخر، لان يعني واحده من الاسباب بهذه الامان تاخيرها وعمليه الوقت. طيب نبي بس مراجعه لما تعلمنا امس، شنو امس شنو تناقشنا مع بعض، تعلمنا من بعض، وهذه المشاريع ايش قاعد تعطي افكار؟ يعني بسمع من كل واحد اوكي، يعني هاي المشاريع ايش مثلا قاعد تعطيكم افكار تطبقونها؟ صحيح ان هي مشاريع معظمها في الحكومه، لكن تقدر تسوي عليها ما يسمى التفكير المقاربه الملهم. عندنا ثلاث انواع من التفكير اوكي، التفكير الابداعي طبعا اللي هو يكسر الحواجز والتلف اوكي، ثم التفكير المقاربه، ثم التفكير بدون قيود. التفكير بدون قيود اللي هو يسمونه يعني تفكير فوضى، تفكير خلاق، اللي هو يعني يفترض بدون قيود ولكن بشنو؟ بالنية وبالصورة الكبرى، اللي عندك صورة وعندك شنو تودي بشكل واضح. فبدي اسمع منكم ايش شنو تعلمنا امس؟ اللي يتذكر يعني انا ودي ليش على فكرة يعني ما يقال teaching is learning، يعني انت لما تعلمنا احنا تتعلم تثبت الفكرة عندك حينما يشارك الآخرين بأفكارك أو ما تعلمته، ثم سنركز اليوم بعد مرة ثانية على طريقة التفكير، لأن من طبيعة الناس اللي يحلون مشاكل في المجتمعات اللي هي لم يستطع أن يحلها الآخرين، مش يحلوا مشاكل معروفة مثلا صانع قرار يجلس على كرسي وهو عارف يقوم يستقبل المواطنين ولا يستقبل الناس المستفيدين منه ويقول لهم اوكي يا ابو لو سووا طلب، هذه بالعكس يعني ما مر مرات اللي يصل الى صانع القرار لكي يحل مشكلته معناته النظام شنو فاشل اصلا، صح؟ الاصل ان انت ما تحتاج صانع قرار، اصلا الخدمات تمشي بسهوله، وان صانع القرار هو شو يسوي؟ هو يطور الخدمه، يطور العمل، يطور الفكر، يطور المؤسسه، يرفع الكلمه المعادله شنو قلناها في اختصار الهام؟ القدره مقابل الطلب، صح؟ يعني هاي دور صانع القرار حقيقي. اما صانع القرار ينتظر الناس تجي له بالطب مكتبه عشان يسوي لهم استثناءات ولا عشان يسرع لهم الخدمه، معناته هاي صانع قرار فاشل، واحنا يمكن نشوفهم في امتنا الفاشلين كثيرين بسبب هاي الهام. طيب. فانا بسمع منكم سالة الرحيم، ماذا الهمك حتى الان هذا الورشه بالرغم انها قصيره جدا، بس هو يمكن يشتغل ثلاث ساعات تقريبا يعني مع استراحه مع كذا، لكن ماذا الهمكم تقريبا حتى الان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الفكره يعني التي الهمتني اكثر في هذه الورشه امس هي ان الخبير الملهم ينطلق دائما من التفكير وليس من الافكار. طيب ما اي فكره المشروع انت ستقوم به؟ كونك واحد خبراء نفسك في من اول اليوم من الجنه طلبت معك افكار محدده، ما هو الافكار المحدده التي ترى انك تستطيع ان تتعامل معها ومن خلالها تطور مجتمعك؟ معالجه مشكله معينه. طب عكس هذا الحين. الاصل ان احنا هنا قاعدين شنو؟ نتساءل وبتواضع كثير، صح؟ تواضع احنا ما نتكلم عن التواضع الشكلي او التواضع الاخلاقي، احنا نتكلم عن التواضع الفكري. صح. وهذه صعبه على الانسان، كلنا يعني نمر ساعات بحاله من شنو؟ من الايجو، تعرف الايجو اللي هو يتمركز حول الذات. ان احنا الاصل اني اعرف، كيف تقول انا ما اعرف؟ الاصل اني انا اعرف، انا خبير، انا كذا، انا عندي مشاكل متشابهه، انا صار لي كذا سنه في العمل هاي. يعني بالاسترجاع يعني التجارب السابقه يعني تبين بان هذا يعني اكبر عائق يعني في ايجاد حلول ممتعه. نعم. لبعض المشاكل لانك دائما تنطلق من يعني تراوح مكانك. يعني ما انت يعني الاشياء اللي اصبحت اساسا يعني موجوده
اليمني طيب ما بعطيك فرصه تفكر نهايه اليوم انك بنطلع كل واحد يقول انا استهدف هذا المشروع حتى لو فشلت شوف انا اقول في حياتي كلها يعني قاعد احاول اروح كل بلاد العالم طبعا المغرب بل استثمرنا فيه وايد حبيب علينا لكنه مو هدفي انا في المغرب ولا بس يعني نستثمر في المغرب لكن نستثمر في كل العالم وانتم تكونون خبراء لكن دائما اقول لو فشلت في اي بلد يكفيني شهر في المحاوله فالاصل انك تحاول الاصل لاخر يوم في حياتك يا احمد شو اسوي بالعربي انك تحاول ولما تحاول سترى الارزاق تاتيك باشياء مختلفه غير الارزاق الماديه ما تتكلم عن ماديه سترى الارزاق تفتح لك الناس الخير الاشياء اللي تصل الى الخير غيرك ما يصل لها طريقه التفكير لغه الوالدين تتكلم عن اشياء عقلانيه مش تتكلم عن اشياء دنيويه اللي بعد ما مر عقلاني اصلا فانت تسعيك الى فعلا الى 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 انك تستكشف الاشياء تفشل تستكشف وتفشل تستكشف وتفشل تستكشف صعب بس انت لما تبتدي تطبق ايش؟ تفشل ليش؟ لانك ما تعرف الحق ما تعرف طريق الحق الحق كلنا بعدين نحاول نعرف لما عرفنا ان الله سبحانه وتعالى موجود ان هذا ما خلقنا لعبد ان محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا فهي حق هذا خلينا نعرف باقي الاشياء كلها شنو؟ سلمات ولا في طبق اكيد في القران في اديان سماويه جات هذه حق معروف لكن باقي الاشياء كلها محاولات انسانيه فهذه الفكره مهم جدا للتفصيل حياتنا لان كيف يسوى الانسان هو دائما شنو؟ يستفهم ويستفسر ويعني ليش؟ احنا ما خلق العبث صح؟ هو خلق لنفسه هدف ما لكن ما نعرف واللي يميز الغربيين جماعه عن الغربيين او الدول المتقدمه الدول المتقدمه هي مو بس الغرب حتى في الشرق الهند دوله متقدمه اوكي وصلت الى وين؟ الى المريخ يعني هو شو عارف لا تشوف دائما اقول حق البحرين لما تشوف واحد هندي ابقى تعطيه سلام لانه هو وصل تدرس شو بيصير عنده لكن هو بيقف ففي اليوم دول كثيره لهدف من شعوبها لهدف من شعوبها لماذا نحن موجودين؟ لم نخلق لعبث فشل وهذا اعتمد فعلا دومني لان الكلمه انا اؤمن نقولها راح تسمع منا عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز ناس عاديين ها؟ عمر بن عبد العزيز عثمان بن عوف التابعين كثير من التابعين ابن خلدون ثم جو هذيل الحين كثير من المؤذنين هاي كلهم اللي يميزهم انهم ما عندهم كلمه انا اؤمن صح؟ كلمه انا اؤمن لم تاتي في عبث ايمانهم مش هو من بس ان في الله هذا كثير من هذه اللي جو متاخرين ما يفهم ولكن شنو ايمانهم؟ ايمانهم بهدفهم وكثير من المسلمين لا يؤمنون بهدفهم يقولون احنا نبي نحرر الاقصى نبي نوحد المسلمين لكنه هو من كل يوم هو يتخانق مع واحد يتدرب مع واحد حتى هو في حياته ما عنده مجال فكيف هذا يمكن يعني مساعدة التلاميذ والطلبة على التوجيه السليم. ممتاز. في المؤسسات والجامعات والكليات. وبالتالي يعني ينطلق هذا المشروع من مساعدة التلاميذ على بناء مشروعه الشخصي. كيف التلميذ أو الطالب يستطيع أن يبني مشروعه الشخصي الدراسي المهني من البداية. من يعني من بداية هذه حتى يستطيع. طيب هذا مشروع ما هو التصور؟ لماذا تريد ان تعمل مشروع؟ لان احنا قلنا احنا ما دام احنا نقول ان احنا موجودين لهدف فلماذا اريد انا كعبد الرحيم باشمهندس عبد الرحيم استثمر وقتي اوكي وجهدي ويمكن افشل ها قدام الاخرين لماذا؟ شنو هو الهدف؟ الهدف ماذا؟ الحين ومساعدة يعني أولي هو تأهيل بالنسبة لنا الهدف العام هو تأهيل الموارد البشرية والموارد تتلائم مع يعني الاقتصاد الوطني. متطلبات الاقتصاد الوطني. ممكن أضيف أنا شوية أو يعني أقترح عليك تصحيح بسيط وقد يكون أنت صح وأنا ما أكون خطأ. أن هو صناعة نماذج ناجحة مغربية تثبت أنها تستطيع أن تصنع من لا شيء شيء. مثل هيلا الناس كثير منهم ستيف جوبز وغيرهم اللي طلعوا من الدراجات كثير من الناس طلعوا من هاي الدراجات ومن هاي يعيشون حتى الشوارع لمده ايام ثم يطلعون يصير عندهم ملايين. احد يضيف عربي محمد اي احد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي إخواني الكرام، تحيي سلام الله عليكم جميعا. كما أشد إحاظة على الدكتور الفاضل سيدي محمد على حيويته ونشاطيته في هذه الورشات، حقا استفدنا جوانب معرفية، جوانب سلوكية، ثم جوانب علمية. أكيد أنه الملازم له حقا سيستفيد الكثير بتواضعه، ببشوشته، بحركاتيته ونشاطيته في الورشات في الأيام المقبلة. أعطانا إلهاما آخر يضاف إلى اقتصاد الإلهام. يعني حتى لو قيل ما استفدت هذه الأيام، لا بد للإنسان أن يكون مبادرا وأن يكون فعالا وإيجابيا في أي عمل لكي يكثر من الفرص ولكي يستعرض الحلول المناسبة لكل شريحة ولكل فئة. ثم استفدت مسألة أخرى، دائما تساءل، لا تلزم أحدا بشيء، وإنما ضع أمام مصر أعينك هل وقلت للإخوان هذا الصباح، كنت يعني قادما إلى القاعة فوقفت عند ضوء الإشارات أنتظر ضوء أخضر لكي أمر، فوجدت عبارة مكتوبة على العمود الذي فيه الأضواء: هل صليت على نبيك هذا اليوم؟ لم يكن لك صل على نبيك بالأمر، وإنما تركك تتساءل داخليا. ثم مسألة أخرى، إضافة أخرى، استفدت أن الإنسان الذي يؤمن بقدراته قادر على أن يصنع العجب والعجاب. يعني الثقة المنزورة منا أو في أهدافنا جعلتنا دائما ننظر إلى الآخر بانبهار شديد، أو بعض الأحيان نريد يعني الانحلال في شخصيته، وهذا لا يصدق. هناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر ما خلق له. فالله عز وجل عندما وزع القدرات على الناس ووزع كل شيء على الناس تفاوتت هذه الأمور. ثم استفدت في المشاريع، يعني في المشاريع ابدأ من البسيط الذي يعتبره الآخرون بسيطا، ابدأ منه أنت واترك عليك الجوانب، لأن الإشكالية دائما في العمل أو في المغرب نبحث عن الموارد، الشركاء، من يمولون، من كذا. أنا الأول أن نبدأ الآن بالتصورات يعني البسيطة وبالفرص الكثيرة من أجل أن نساعد على حل هذه المشاكل والعراقيل الموجودة في مجتمعنا. وشكرا لك واسمح لي على الإطالة. لكي يتعلم، فهو لا يعلم الشيء عن
عن المحتوى لكن بأسئلته البديهية يحاول معرفة. فهو من المحتمى أن يكون جاهلاً بالأمر، لكن بتواضعه وطرحه الأسئلة المذكرة له البديهية هو يريد أولاً أن يفهم المشرفين على المشروع أنهم لديهم حل، بيدهم الحل وليس بيده، هو يريد فقط يستكشف مع الفرص فقط. وشكرا جزيلا. بسم الله. بعد مشكلة هذه الجلسة أنتم ناقصكم طول الوقت. أنا رأيي إن تسوون يوشير بس ما يعني. لا يعني أيوة عشان تشوفون ال شوي رجعوا إلى وراء يعني خلي الزاوية يعني أنت تشوف أنت مرتاح ما أنت شوف مني وشوف مني زاوية كيلر يعني يوشير هذه يثبت إنه هو فاشل في كثير من الأوقات شكلاً كشكل يوشير ولا تكون يو بس ما بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا مجددا للدكتور محمد. بالفعل انا استفدت الكثير من هذه الدوره التدريبيه، واهم ما استفدته جانب ما تفضل به زميلي محمد، هو لا بد للملهم الملهم ان يكون متواضعا، لانه في التجربه التي قمنا بها على مستوى الامس بدأنا في طرح الحلول للمشاكل التي اخترناها وقدمناها كحلول، ويجب ان نقول بانه نجرب هذه الحلول مع الفئه المستهدفه لا ان نقدم حلول مباشره. اذا لا بد ان نبدا بالاسئله البديهيه البسيطه جدا. هذه الامور التي استفدتها في هذه الدوره، واستفدت كذلك على ان الملهم في اختصاص الإلهام يجب أن يفكر بطريقة مختلفة، لأنه أنا أشتغل في ميدان بعيد شيئا عن هذا الميدان ديال اختصاص الإلهام، أشتغل في مهنة محمد، أحيانا ننظر الأمور بطريقة منطقية، نشتغل بالمنطق أكبر لأنه نقارع النصوص القانونية، يجب أن تأتي بتعليل واضح، ولكن أن تفكر بطريقة الإلهام هذا أمر سيضيفني شيئا جديدا. أتمنى أن أستخلص من خلال هذه الدورة مهارات أخرى لتطوير عملك المهم. طيب حتى ترى في موضوع القضاء عندنا يعني كثير من التجارب، مثلا سوينا مشروع كيف يحكم القاضي على القضايا بطريقة أكثر إلهاما. القاضي يحكم ثلاثة أشياء صح؟ شنو هو؟ شيخ عبد الله؟ الضمير، ثم الشرح أو القانون صح؟ ثم الحاجة صح؟ الدلائل والقرائن في الحاجة صح؟ فإحنا عشان نعزز إلهام القاضي لكي يستكشف الحقائق ولكي يحكم ضميره، لأن كثير من القضايا يقول لك أنا ضميري خلني ما أقدر أحكم الآن، قاعد أفكر يجلس يمكن لذلك القضاء بعدهم يتأخرون في العمل وكثير من الأشياء. عشان نحسن هذا الأداء فجعلنا صنعنا منظومة تبين، منظومة إلكترونية تبين كم من الحالات التي حكم فيها القاضي بقضايا مشابهة أو قضاء الآخرين، سواء في منطقة مراكش مثلا أو منطقة الرباط أو منطقة الدار البيضاء بقضايا مشابهة، مثلا قضية السكر وحادث السيارة. كيف حكم القاضي على هذه الحالات؟ ما هي الحالات التي حكم عليها؟ وبالتالي هو هذا يبتدي شنو؟ يعطيه فرص لاستكشاف، يعطيه فعلا فرص لاستكشاف القرائن التي يفترض يحكم بها، بغض النظر عن الاحكام السابقه، بس هي قاعد نوع من شنو؟ قاعد حركه انه ما يحكم بس على القضيه هذه بدون ما ساعه يعني كثير من الاحيان الاخطاء تصير القاضي بس يضع ولا يرى يعني ايش؟ الصوره الكبرى او التاثير او هكذا يعني، فالحكم وما اثره وكيف صار وكلها تدخل في السيستم، فيبتدي القاضي على الاقل عنده شنو؟ عنده منظومه اخرى تساعده على صناعه اخرى، في شيء اخر بس بسرعه عشان لما يجي. القاضي يقول لك شايف انا يعني نهايه اليوم صح؟ لا داعي لذكر قولتك على السعاده هذه المناسبه الطيبه، انما المثال الاخير يحضرني انني سالت رئيس المحكمه
السؤال معقد إلى حد ما، وقلت له سؤال صغير، يعني هل لأن هناك قاعدة قانونية تقول لا حكم إلا بنص، يعني هذا في شيء من الغباء أعتقد، لماذا؟ لأن أحيانا يكون النص غير مناسب، حكم بالنص من طرف القاضي غير مناسب، لا يناسب ذلك الشخص، لأن الأشخاص لهم كذا، فقال لماذا؟ لأنه إن خرج عن النص القاضي فهو يتعذب يعني إلى حد ما أو سيعاقب، لماذا؟ لأنه لم يحكم بالنص أو سيعاقب، فقال لي بأن هناك حالة استدعت منه تعليم، خرج عن النص في واقعة معينة ولكن طلب أو ذلك الشكل من هذا الحكم هذا أخذ منه 14 ساعة من تحرير التعليم، ونحن هذا هو نوع من الإبداع، لماذا؟ لأن القاضي لا يعلم على كل حال هذا واحد. ثانيا ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا شيء جميل جدا، لأن البشرية هنا يعني أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو أنه طابع يعني الرباني لما كان أسوة، لو كان متميزا طبعا ومتميز إلى أقصى حد، ولكن هو نموذج بشري ممكن أن يحتذى بسبب، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. على كل حال أضيف هذا الموضوع، بس أنا عندي ثانية، يعني أنت طبعا الأستاذ عبد الله جزاك الله خير، محمد جزاك الله خير، يعني عارف خلاص انتهى الدور، آسف بعدين إن شاء الله. الجماعة انشغلوا بإيش؟ بالاهتمامات. عندنا دائرتين مهمتين الحياة، أوكي؟ دائرة الأثر ودائرة الاهتمام. الاهتمام الحين قال واحد شيء مثل ما صار أمس. احنا اليوم في دورة احنا قاعد نتكلمكم عن شيء مهم، ترى قضية حياة، انسان يعيش بدون ان يلهم الاخرين وليس انسان، اوكي؟ انا ما اعرف اذا حضرتوا لي دورات من قبل او شفتوا على اليوتيوب ولا شيء، مشهور ان انا اطلب من الناحية السيكولوجية والفسيولوجية، شو اللي يميز الانسان عن الحيوان؟ ماذا يميز الانسان عن الحيوان؟ العقل، العقل هي اداة فعل، يعني شنو؟ الفعل الدماغ، صح؟ ما هي ترتيبة الدماغ؟ مكون من اربع فصوص. ما هو الفص الذي يتميز بالانسان كل الفصوص متشابهه؟ ما احنا هو الحيوانات ما عدا فص واحد. اي فصل اللي احنا تتوقعون المختلف يسمى الفص الامامي مقدمه الدماغ اللي هو الظهر وارز، هكذا تكون الناصيه. احسنت، اوكي. هذه الناصيه هي اربعه اضعاف اقرب حيوان اللي هو مين؟ الشمبانزي، اوكي؟ وتقريبا 20 ضعف الى القطه، وتقريبا اكثر من 60 ضعف الى الفار، الفار تقريبا ما عنده نقطه، اوكي؟ فاحنا ايش قاعد نتكلم عليه؟ احنا قاعد الله سبحانه وتعالى اعطانا الربط بين الاشياء. زين، احنا كيف نربط بين الاشياء؟ ما نربط بالكلام اللي مو في دائره الاهتمام. احنا نربط بالكلام اللي مثلا قال لفظ عبد الرحيم قال شيء قال بسوي مشروع. واحد يدخل واحد ثاني يربط بكلام عبد الرحيم يقول لا انا بسوي مشروع اخر في الموضوع. احنا رح نشوف احنا الظاهر بعيد، اوكي؟ انا حتى حاولت ان ادعكم حق محمد صلى الله عليه وسلم بس في دائره شنو؟ دائره البرنامج اللي احنا بنصنع منه اثر. واحد عمرنا يا جماعه بسبب اهتماماتنا مخلصين، احنا ترى احنا شعوب مخلصه، احنا مو شعوب غير مخلصه، لكن اخلاصنا ضايع في الهواء. طيبة الكرة خلاص نشوف الكرة لكن نشوف تبرع، لأن ما عارفين وين الهدف. بس أقول يعني ودي إن دائما تفكرون لا تتكلم حتى لو واحد استحباب. أنا جيت سحبت حسين في موضوع آخر، لا حسين رجعني إلى المنطقة اللي أنا جاي عشانها، أنا مستثمر وقت هني جايين الحين كانكم أنتم دافعين فلوس حتى لو ما دافعين فلوس، هذا وقتكم أقل شيء في الحياة. أوكي، بس يعني تعليق عام عشان إحنا دائما نركز، نبي نطلع من هاي البرنامج نبي نطبق. ما نبي نحضر ونفكر ان احنا طلعنا دخلنا دورات واحنا ما نعرف نطبق، بس هاي الخبير هو اللي جاء يقول لنا دورات يقول لنا مشاريع واحنا ما نعرف نطلع عنها. تفضلي. السلام عليكم. بالنسبه للمسائل اللي استفدناها من هاي الدوره بالنسبه لي كثير، لكن من اهمها ان لما تكون قدامنا مشكله يعني حيال مشكله معينه اقف قدامها اولا بتواضع وب جهل وتجارب يعني أسر بدون يكون عندي أفكار مسبقة أو أسر تجارب طلابية أحسن، فأسر
الاسئله وانتظر الاجابه وانتظر من الناس ممكن يقدموا الحلول واستمع لها. ولا اقدم انا الحلول بسرعه وابتعد عن الحلول المالوفه، الحلول المالوفه يعني ابحث عن حلول اخرى حتى تكون في ابداع. وبالنسبه للمشروع يعني افكر في مشروع، وعندنا المحاضر التقليدية بالشكل التقليدي وهي جيدة جدا، لكني أريدها بشكل عصري، ندخلها مسائل عصرية وتبقى الخصوصية وال يعني ما لا أغيرها من ناحية المضمون والخصوصية، لكن أعطيها طابع عام من العصران. فهذا المشروع عندي. شكرا. وتعليقا لازم زي ما قلت لكم يكون في تصور. واليوم أريد أن أركز شوية على التصور. عشان بس ليش الضغط انا يمكن هي الدوره كبيره ما غطيني حتى 10% من اللي احنا بيغطي، لكن على الاقل بغطي قضيه التصور. اوكي، فاحنا تكلمنا امس تقريبا وصلنا هنا. أوكي. بنشرح عن موضوع عوش الدماغ وآلة الدماغ اللي هي طبعا آلة فعل الدماغ اللي هي العقل. عندنا انت لما احنا بنقول مختبرات اقتصاد الالهام، احنا بعد نحاول شو نسوي؟ نحاول نبني اول شيء الاسئله المنطقيه واسئله المقاربه. اوكي؟ المنطقيه ان هل شو اسوي؟ ليش اعطي الاسئله المنطقيه؟ انا قلت ان احنا في تفكير غير منطقي. ليش اعطي الاسئله المنطقيه؟ عشان فين تذكرون احنا تكلمنا عن التفنيد؟ انا عشان اغير المجتمع، اغير في شو اسوي؟ إذا في ناس مسوية مشاريع سابقة، مجتمع مدني، حكومة، غيرها من الجهات، مؤسسة خاصة، سووا مشاريع. فأنا أبتدي بكلمة يمكن تفتح لكم مثل ما كلمة هل، ذكركم فيها محمد خشاب، أنا أذكركم كلمة اسمها بالرغم من. تبدي تبتدي بكلمة أول ما تبتدي مشروعك بالرغم من، بالرغم من زيادة عدد الأطباء إلا أن الأمراض النفسية زادت في البلد. بالرغم من أن احنا زدنا عدد المدرسين إلا أن الطلبة ومخرجات العملية التعليمية التعلمية وكفاءاتهم ما زادت. بالرغم أن احنا زودنا عدد المفتشين إلا أن التسممات شنو زادت. فهذه يعني هذه فأنت المنطق عشان شنو؟ تسحب منه تسوي عليه أسئلة وتفند الآية حقائق يعني وقاعد على الكرسي تشوفون كلها أرقام يرجعون حتى اليوم أرقام. فهذه مهمة جدا في هذا إن شاء الله. ثم أسوي المقاربة. المقاربة لو كان كذا صار كذا صح؟ هاي بتاكد منه. طيب انا سويت شيء مشابه له، ليش؟ لان في ناس ضعفاء ما يقدرون بدون ما يقدرون يحلوا التفكير الابداعي مباشره. مشكلة الناس الله سبحانه وتعالى خلقهم سواسية في التفكير الابداعي. اوكي لان يعتمد شوي على الذكاء، احنا قلنا الملهم ما يعتمد على الذكاء، لكن انت شو تسوي عشان تبتدي مع الاخرين الاذكياء ما يكون تكون اقل منهم، بس شو تسوي؟ لان الذكاء ساعتها على فكره يلغي يخلي الانسان ما يكتشف يفكر انه يحلها بطريقه وما يحل المشكله. فبالتالي تفكير المقارنه راح تشوفونها شويه لبعض الاشياء. ثم عندي اسئله الاستشعار بالحاله اللي هو انا سميته باللغه الانجليزيه امبثي. امبثيتك ثينكينج يعني الاحساس بالاخر. اوكي؟ الاحساس بالاخر. كان ابوي رحمه الله عليه قبل هو يطلب الماء انا كنت اعطيه الماء. انت قايل يعني قال انت ولا بطلب الماء؟ ايش دراك انا ابي ماء؟ يصير هذه العلاقه اللي بينك وبين الاخر، الام بابنائها، تعرف متى تتصل فيني والدتي تقول لي والله انت اليوم مريض. اوكي؟ مثلا ها؟ هذا احساس شنو؟ بالاخر، الاحساس بالاخر هذه اذا تريد ان تحل مشكله لازم يكون عندك احساس بالاخر، وهي اللي هي بدايه شنو يا محمد؟ التصور. اوكي؟ في نيه صادقه، لكن اذا ما في تصور، كيف يصير عندك التصور؟ انك تحس بالاخر، احس ان بلادي يوم من الايام ترى احيانا من هالمياه. يبتدي مشروع المياه. بإخلاص، إذا ما استطيع احساس الآخر فأخر بداية المشروع، ما بس أبتدي مشروع عشان خلاص محمد تبي
بس هاي اشتغل ولا لا؟ لا تعال الصوت تليفون. شيء ثاني، الأسئلة غير التقليدية وغير مترابطة. اللي سميتها أنا يعني ممكن تسمي تفكير الفوضى، إن لا مرتبط بشيء، مرتبط هو بحقه في البديهيات، بس عشان أنا يعني أبعد عنكم بس البديهيات، يعني هو هو بس الأسئلة مختلفة في زوايا مختلفة، لأن هذا يبتدي يسوي ما يسمى اللي أنا أسميه في علم، أنا أخذت تقريبا علم الطب، وعلم الطب يفترض أن الطبيب جيد، شو يقول لك؟ الطبيب عندما تروح ايش يقول لك؟ يقول لك أين الألم صح؟ هذا الطبيب غير جيد. الطبيب الجيد يقول لك أين لا يوجد الألم. الطبيب الجيد هذا لا نراه في بلساننا. أين لا يوجد أي وين أنت صاحي؟ أين أنت صاحي؟ ها؟ ليش؟ لأن من خلال ايش يسوي؟ يقلص منطقة شنو؟ اللي مصدره يكون المرض. لأن قد يكون مصدر الألم البطن لكن هو ظهر يكون مشكلة. أوكي؟ فهذه مهم جدا نفكر بهذا الشيء، الأسئلة غير تقليدية، وحين تكون مرة ثانية لما نشوف بعد شوي. ركزوا على هذه الأشياء لأن هي اللي افترض تفتح لكم إن شاء الله بعد ما تحددوا المشروع لها. طيب. بطل معك ايش؟ أرجع حق هذه بس عشان عامل لأن الظاهر أن الكمبيوتر بطيء بسبب ما أو لآخر، خلني آخذ أنا مثل من القلق وبعدين أرجع أصف هذه وأفتح لكم المصادر. مختبر القلق هذا من سبب بعد. مختبر القلق، حكومة البحرين خاصة في أيام أزمة الثورات الربيع العربي، البحرين تأثرت بشكل كبير بهذه الموضوع، فزادت لاحظوا أن زادت ظاهرة الانتحار. ظاهرة الانتحار هي ظاهرة طبعا كل الدول تحاول أن تقللها، ليش؟ لأنها تأثر حتى على المؤشرات الدولية، ليس فقط يعني كظاهرة يعني. طبعا كسبة بنسبة السكان كانت نسبة قليلة جدا، بدأت تزيد بشكل واضح. واحدة من الأشياء اللي احنا يعني تساعد